وللمزيد ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم بعد التحية، يعني كيف تتابع زيارة رئيس طاجكستان إلى مصر ودلالة توقيت هذه الزيارة؟ يعني كل التحركات الحياة الخارجية المصرية سواء على المستوى العربي أو على المستوى العالمي، يعني العالم بيشهد تحولات كثيرة وفي حروب صراعات، فالتنسيق سواء الثنائي في العلاقات الثنائية أو في تدارس وتنسيق المواقف وتقديم مبادرات أو تفاعل معنا يجري في يعني سياق مهم من السياسة الخارجية المصرية على مدى السنوات اللي فاتت وبتتأكد كل فترة يعني. وبعدين العلاقة، احنا عارفين طاجكستان من دول الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى وغيره، وهي لها امتدادات ولها يعني تاريخ للعلاقة مع مصر. مصر من أوائل الدول اللي اعترفت باستقلال طاجكستان، وأول دولة تقريبا تم افتتاح سفارة فيها كانت مصر يعني سنة 2007، فالعلاقات ممتدة والسياق ممتد. فطبيعي انه يكون في كلام عن تعاون في المجالات الاقتصاديه، ودي سياق مصر طوال الوقت في التعامل مع دول الاوروبيه او دول اسيا او دول وسط اسيا يعني. طب استاذ اكرم، يعني في العديد من مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها اليوم بين الرئيسين في مجالات عديده، في الزراعه، في الطاقه، الامن وتبادل المعلومات، برايك يعني ما يمكن ان تبنى عليه العلاقات المستقبليه بين البلدين في ظل هذه المذكرات التي تم توقيعها اليوم؟ طبعا يعني اولا في مجال الزراعه، في مجال الري، في مجال الطاقه، واهتمام مصر كمان بقمه المناخ اللي هتوقف في شرم الشيخ في نوفمبر كاب 27، كلها قضايا مهمه جدا في دار ده، في التصنيع الدوائي في غيره، بالاضافه الى فكره تبادل المعلومات والامن ومكافحه الارهاب والجريمه المنظمه، لان احنا شايفين ان اي تحولات سياسيه او حروب او صراعات بتزيد من احتمالات هذه الامور، فتبادل المعلومات او التنسيق في هذه السياقات بيبقى مهم جدا، بالاضافه طبعا زي ما انت اشرتي لي العلاقات الثنائيه، التعاون الاقتصادي، العلمي، الفني، في الزراعه، في الري، كل ده قضايا مهمه، بالاضافه الى القضايا الدوليه والاقليميه اللي بالتاكيد بتؤثر وتهم كلا البلدين. ويمكن الرئيس السيسي اشار الى انه كمان استعداد مصر للكاب 27 والحرص على حشد جهود المجتمع الدولي لانجاحه، لان ده مهم جدا، واصبحت قضيه المناخ قضيه مهمه لانها بتاثر على اكل الناس وشربهم، بالاضافه طبعا للحروب والصراعات القائمه، يعني كلها قضايا في غايه الاهميه. والرئيس التاجيكي اكد برضه في نفس السياق على تعزيز الاطر القانونيه، التبادل، التعاون في المجالات الصناعه والصحه، كلها الحقيقه قضايا سواء القضايا الثنائيه او القضايا الدوليه كلها بتمثل انعكاسات، ومصر بتوسع من دائره التعاون والشراكه مع كافه دول العالم في هذه السياقات ومنها طاجكستان. نعم. استاذ اكرم، في مجال التعاون الثقافي، يعني مصر مناره للعالم الاسلامي ولدينا الازهر الشريف بوسطيته الفكريه، يعني كيف يمكن ان نعول على التعاون الثقافي والديني بين البلدين، خاصه انه طاجكستان دوله ليست يعني معروفه بالقدر الكافي بالنسبه للمواطنين كتاريخ او حضاره او ثقافه؟ لا طبعا، يعني اعتقد انه في طلاب تاجيك بيدرسوا في الازهر الشريف، في طول الوقت تعاون في مجالات الدعوه، في مجالات الدراسه، في تبادل الخبرات، كل دي قضايا مطروحه. ويمكن زي ما انت اشرتي مش كل دول العالم، لكن في ظل العولمه وفي ظل التعارف الحالي يعني اعتقد انه الناس اصبحت قادره على ده. يعني طاجكستان مفروض ان هي يعني من دول اسيا الوسطى، وهي دول لها علاقات مع مصر، يعني من مجموعه دول لها علاقات مع مصر سواء في التبادل العلمي او في الازهر او في التداول، في ثروات زراعيه، في انشطه زراعيه، فبالتالي يمكن التداول والتبادل مع ده، فضلا عن انها بتقترب من بعض المناطق اللي مصر بالتاكيد بتقيم علاقات معاها زي منطقه اسيا الوسطى وغيرها. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع.